تسوون؟ يلا ايش عندك؟ استاذ سمير ببنطونه. اي بنطون؟ البنطون مال اللي اخذته. شيخه ها انت شفتي الاغراض؟ شفتي بنطون مال سمير؟ هي هذا اللي قصدك مثل مقص. هي بنطون بنطون. هي هذا الله يهداك انا مثيت بالجدور. شو؟ حسبي الله ليش فضحيتي انه في الريال، هذا بنطون مال الريال. زبو اسمع، لا يتم عيل يسالني على البنطون، خل اعطيه جيمته ونفتك، عليه طول الليل يتم يقول يا خراشي. ندوك. شو سويت يا امي؟ عطى هذه الخمس. زين. وقل لابوي يبغي هذا البنطون، يلا توكل. خلاص يصير لي يعني؟ بس روح. واذا قال لي خراشي؟ ما عليك من انت الحين. خلي عنك شنو هناك، اعطيني 5 ربيات اللي حاطين شيئا توا. ويدي، ايش عنا؟ شو ايش عنا؟ ما بتو قدامك انا اعطينا 5 ربيات، تراش انت السبب. حفان الله انت الا برصيص، حد ياخذ من بطيني بيزات. يو يو أشوف. يو 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 برصيص ولا نحيس؟ الحق حق. محلات هالقهوة هاي تجيب الراس تجيب الراس. يا الله يا الله يا عذيجة، من وين لك هالتمر هذا هالقاوي؟ انت خلصت طاسة التمر؟ انت عفاه يا عذيجة، انا اسمي سهيل سهيل، ما بانت يا عذيجة. يا سهيل لا تزعل مني، بس انت تاكل وايد الحين. يالسة تحسبين علي الاكل؟ هي بحسبها اذا انت ما كدت على عمرك. باكر بتخلص بيزاتنا وش نسوي؟ لا بناكل عيش ولا تمر. ما يهمك الله يهداك. قالت تمر قالت، لا تحاطين ريلك كديد. هي كديد على الاقل انا امسح هاي وداوي هاي واوسم هاي، لكن انت شو تسوي يالسة اللي بطالي. هي اشوف استوى المعاير، هذا بعدنا ما كملنا اسبوعين. انا بصراحه يا سهيل ابى ريال كديد وما احب الرباده، واباك تشتغل وياني وياك، تصير تطلب عند حزكاه ولا تطلب بيديك. زين انا عويج والصدقه جايز علي. هذا يمكن تعزوبي، لكن احنا نتريلي وانا ما بحد عايرني. على امرك انت تامرين امر. اقول عزيجه وين انت؟ اسمعيني، ها ترى انا باكر الظهر عازم التاجر الكويتي على القدا. عزمه سير السوق وهالذبيحة انا شني. انا الله يهداك ما عندي غير 10 ربيات. استاذ سمير صراحه ابوي عاد انا عايبن البنطلون مالك ويبغي يشتريه، هاي 5 ربيات وعطهم استاذ سمير يبغي البنطلون هو مالك. لا مش عايز فلوس، انا عايز بنطلوني. البنطلون ده عز عليا قوي، ده بتاع ابويا. ها حلامك انت يا سمير الله يهديك، ايش فيك؟ ريال ما قصر وياك عاد، تستبخل عليه بنطلون ما يسوى حتى ربع ربيه، عفا عليك بس. ها ما يسواش ما يسواش، انا عايز بنطلوني. استاذ تبغى الصدق عاد؟ امي ما خلت شيء ما مسحت به في البنطلون مالك، لا خلت جدر ولا صحن. ها ياس تمسح اقول لك في البنطلون مالك، شو تبابه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني فنكش. يعني ايه فنكش؟ ما تقول وتخلصني. ها علامك يا سمير، تشبيك اليوم ما بصاحي؟ يقول لكم مش هاله البنطلون وغسلت فيه المواعين والجدور، يعني على قولتكم ها صارت خلعه بليه. شو خلعه بليه؟ هم يقولون كذا يعني خلقه باليه. نهاركم مش فايت، نهاركم اسود. طب صدقوا وتامنوا بالله انا هقول له مفتاح، ومفتاح هيقول للشيخ، تاخدوا البنطلون بتاعت تبوظوه. ها تشفيك؟ ما تستحي ما تخيل على بنطلون بتروح تكلم الشيخ؟ يبا روح ارقد، روح احسن لك ترقد. يعني ايه؟ يعني ثبر مكانك. ها طيب يا اخوي ما تتحمقش قوي كده. شو ها؟ شو هذا نصيب؟ وين بتحطوا البضاعة في الدكان عندي؟ يا ابوي نحن ما اتفقنا على كذا. خماس يا ابوي لا تستوي نحيس، دكانك خالي، وين تبغينا نحط البضاعة يعني؟ زو خلق الله اللي تبغى تبيع وتشتري في الأراضي، وين يلسم؟ يا ابوي يلسم برا، لازم يعني داخل، خلي الرجال يصير يجيب باقي البضاعة. ابوي أنا ما يهمني، إن شاء الله تتضاربون للعصر، كل ما تأخروني زيادة بطلب بيزات زيادة، وأنتوا كيفكم؟ وهي يلسم. هذا بعد يحرج ترى، لا تقول لي شيء، سمعت شي يقول؟ يا نصيب يا نصيب ما يستوي كذا بارك الله فيك، هذا دكان أوادم، دكان بشر، مو دكان بضايع، هذا دلال، دكان دلال أقول لك، كله ولا السمع الله يهديك.
يا خماس يا اخوان الحين شو محطين عندك؟ محطين عندك خمر، ترى كله برميت وشاكليت ودرابين. الدربح على راسك حصيبه القلامي. انا وش لي اشاركك؟ الهي والقدره، الهي والقدره. نزلوا البضاعه، شوف نزلوا البضاعه. شو نزلوهم نزلوهم؟ يلا تعال نزلوا يانا، انت ما بشريكنا ولا بس جالس هناك مسوي عمرك ناخذها تتامر علينا. امر لله. هاتوا شوي 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 شوي. تفضلوا. انا مبسوط بيكم قوي. النهارده حصه مهمه جدا جدا، درس مهم قوي. النهارده هعرفكم ايه هو التذوق الجمالي في الشعر. انا عايزكم تبقوا شعراء فطاحل جامدين. الراجل فيكم يمشي في القريه بتاعته البريج دي، اسمها ايه؟ الفريج. فريج الفريج، يمشي كده مرفوع الراس يقول يا ارض نهدم عليك ادي، انا خلق اهاليكم تفعر فهها دهشة بكم. ايه جرى ايه مالكم؟ ولا انا بقوله ده انجليزي؟ اسمعوا شوفوا بيت الشعر اللي اقوله لكم ده وحسوا بالجمال اللي فيه. بنت سعاده فقلب اليوم مدبول، متيم اثرها لم يفد مقبوله. عارفين مين قال الشعر الجميل ده؟ انا استاذ. قول يا سيف. الشاعر كنيش. كنيش مين؟ الله يخرب بيتك. اللي قال الشعر ده كعب بن زهير. يلا قولوا ورايا. بانت سعاده فقلبي اليوم مدبوله. بانت سعاده فقلبي اليوم مدبوله. يا سيف هو قلبك على اليمين، حط ايدك على الشمال انقل. مدبوله. متيم اثرها. متيم اثرها. متيم اثرها. متيم اثرها. متيم اثرها. متيم اثرها. إثرها. إثرها. يا ربي يا عزيجة، إلا تفشليني قدام ربعي ما يستوي يا عزيجة. بخبرك هذا يا سهيل، أنا ما خدتنك عشان تجي تاكل وتشرف في البيت، ولا ما خدتنك تكد علي. يا ربي يا ربي يا عذجدج على أبو واقفة اللي عظم في مصرف، مشي لي إياها عاد هالمرة، بس هالمرة. يلا يلا. مشيناها وأمرنا لله. اندوك عادة ها. صبر شوي علي. هاتي ذيك. ويني هذه؟ هذه هذه هذه. ويني هاي؟ بيزات السير وتبي لنا ذبيحة، وأنا بزقر زوينة بخليها تطبخ. الله يخليك الله يخليك لي ذخر يا عدج دج. هاتي ذهباج. هاي الحرمة وإلا فلا. دوم الحرمة لازم توقف ريلها في السراء والضراء. عن الهذربان هذا ويلا دهديسر. تحمله من عمرك عديجة. بمان الله. هلا هلا بعمرك. اي مم بليه مراهد مدرسة استاذ بيوازينا. الله يخليك استاذ ما بيوازيك انت. شوفيك صبري خلينا نشوف هذا تاجر كويتي. لا هياك هياك تعال اشوف الدكان شوي. لا يا معود خلنا نروح الفرضة، نصيب ينتظرني هناك. ابطيت عليه بيازينا هذا. ما بيسوي تأخير، لا شوي داخل الدكان. هياك هياك تفزل 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 دكاني. السلام عليكم. مرحبا قلايب. شنو؟ قلايب قبايل، يعني انت قبايل. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ ناصرية. قولي اسمي ناصر. ناصر. ها يبا شنو ناصر؟ يبا ناصر ناصر اسمي ناصر. اي نعم سيلا ناصر. يبا معلي حرمتك. شنو؟ زوجتك زوجتك. يبا زوجتك انت هذه. شنو زوجتي انا؟ مالي لا سا. قول زوجتي حرمتي. شنو زوجتك؟ حرمتي. يا وين انتم بندر عباس؟ كويتي ساهر. شقايل عرف؟ هذا سؤال والله عليك. يعني ما انا من حكيكم يعني. خو ناصر هذه بنتك. بنتك موزة. يبا بنتكم ايش فيكم انتم؟ شال حكي ما شاء الله عليها. هذه البنت ما
ماش رايك اخذها واديها الكويت ها ويا وزه هناك ولدي عليل عليل يا ياخذوني شنو ياخذون ياخذون بنتك عليل شنو طالب تمر انا يبا جامل بنتك ايش فيك جامل هي مو جامل بنتك بعد لازم حد يجاملها ما ياخذون شنو ما ياخذون خبزه ما ياخذوني مرهون هلا عمي شو هذا ابوي شو تسوي شو هسوي بعد يا يعني تصف اغراض عمي نصيب ما شاء الله صار عمك زي اقول لك ابوي صبر 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 شرب ويشيلها اغراضك هاي البسطه مالك سر هناك اخر طريق شوف هناك سر هناك يلا يلا لا 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 ابوي انا عمي نصيب قال لي خلي البسطه قدام دكان سعيد انا مالي شغل عجيب شو يعني قدام دكان سعيد ما فهمت شو يعني يعني الحين انا اللي فاهم يا عمي سعيد انا بعد مو فاهم ابوي هيك راي يوم بين نصيب تفهم وياه لا تفاهم وياه ولا شيء اقول لك شل اغراضك قبل ما اكسرها على راسك شو نصيب زين وميت يلا بارك الله فيك شل البسطات منه وده هناك يلا ابوي شو شل البسطات تجي انت مشتري الطريج لا مو مشتري الطريج طال عمرك بس اللي تسويه هذا يسمونه حسد لا اخوي مو بحسد انا رجال اخوي ابغى اكد على عمري اذيتوني انتو خماس يا ابوي خلوني عود بالله خلوني في حالي عمي نصيب ابوي انا صفيت الاغراض وخلص تبغي شيء مني احسن سر انت سر زين عاد عمي انا حمولتي نص ربيه نص ربيه بس مو بوايد نص ربيه ان شاء الله خذ هاي نص ربيه مشكور انا يعني. ما ابغي اكل مال الحرام مشكور كله للحرام يعني ما بتشل بسطتك من هني انا ما بقوم من بيلس بصفف الاغراض مالي الشاكلات والبرميات والدرابيل سمعت يلا يلا يا صغاري تفضلوا الغفب انتين ها شاكلات شاكلات برميت تعالوا خذوا تعالوا ها 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 حلويات ها 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 بانتين 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 ها 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 تبيع بالغفه تبيع بالغفه والله تجار اخر زمان هاي يوم يسمونه تجار قنب وعبود تفضل ها 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 الشعر اللي اخذته دلوقتي كل واحد بكره يجينا حافظ واللي مش هيحفظ هبهدله وبهدل اهله اتاح شو بعد احب بهدل اهله احب بهدل اهله شو الرمساي الحين يا ابن هني تعلم الاحترام يا سنه احب بهدل اهله والله ناس عندنا طوع على خليهم يون ويصغرونك الزلغ يعلمونك السرع سيف ايه يا اخي انا باخد وده واقف الكلام هزار كله وانا ممكن اعمل كده لا مش ممكن طبعا هزار ها خف دحيره اصطلب اها استاذ ها انا باكر ما بي ليه بكر من جاي ليه؟ بسير عند المحنية عندنا عرس مش شغلي في مدرسة وفي دروس إلا هيغيب هيتعاقب انت حين ملاكش مستوي الله يهديك خلي بني يسير العرس وخلت تحنى وانت مالك انت بتتدخل ليه ما تقعد مفرح احسن هو انت المدرس ولا انا المدرس كيفنا بلادنا هذه اسمي حصة سير يتحنى وسير العرس مالك منها هيغيبي باكر لتين مشكور يا ليتك انت الاستاذ يا اختي مشكور يا ريتك انت الاستاذ يلا انت هو على البيت يلا على طول مش هيك الحظ هيتعصب شو بعد شو بعد يلا طف 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 نسوي زحمة اخ يا القهر اخ سواها في نصيب ما شاء الله يبقاز وحرقه هو البسطة هذه طعم امك البرميت وقلها كل يوم بشتري عنده انا عطيتك انا بس انت ما عطيتني ايش بعد ما عطيتني على المقصة هذي عطيتك يلا عطاني برميل انت حوه شحق تقص على بني انا بقول لك عطيتها انا ما طايع اعطيها برميل اخي استحل ويك خيل انا ابوك تقص علي هال وانت شو دخلك في الموضوع ها يا ودي ها ها خذيبوي تفضلوا يا جماعة يا اهل الفريد عندنا برميل عندنا شاكلات عندنا درابير مال الكويت نظيفه وجديده وحلوه عمي نصيب اعطني دربوله واحده هذه الدرابير مال الكبار مو مال الصغار قل حق امك خلي تعطيك بيزات وتعال اشتر الله عمي نصيب عمي نصيب يا ولد ها نصر بيع اعطني درابيل عزوز تعال ما بسير ابغى اشتري درابيل قلت لك تعال عزوز ابوك يقول لك تعال اسمع كلامي يلا سر ما مسير ابغى اشتري درابيل اعطني درابيل يلا اربع درابيل بنص ربيه انت ليش ما تسمع الكلام ها يا
ابوي ايش بلاك؟ قلت لك بشتري وبين. قلت لك ما تشتري من عنده. ليش؟ شو ليش بحد؟ ليش ما تشتري من دكاني؟ مو بنت ولدي لازم تنفعني انا ما تنفعه هو. انت عندك درابيل؟ لا عندي عنص. انا ما ابغي عنص. قلت لك ما تشتري يعني ما تشتري، تفهم ولا لا؟ سعيد يا اخوي ما بحال وياك، خلنا نتسبب وقفت حنا. لك الفلس ان شاء الله. يا مسهلا يا اهلا يا مرحبا. مشكور على الجاي يا عباس. الا حاشيك. ها ايش عندك تضيفني اليوم؟ شيء براسك؟ لا ما شيء داخل راسي يعني، بس هذا يعني سنة مال قبايل. لو شنو؟ سنة مال قبايل. ايه قول تحكي اقول، لا تخاف طلع اللي براسك. اقول ها؟ ايه سلام كلا. يعني انا افكر داخل راسي إيه؟ اقول يعني اسير داخل الكويت اسوي تجارة مالي هناك. ها روح الكويت حد قاضبك؟ لا ما حد قازبني، بس يعني انا اقول له انت يعني تستنى اموري هناك تجاره مالي يمشي سيدي. لو قول له كذي التجار والعطارين عندنا وايد. ايه كثار بضيع ما بينهم يا عباس، ما تقول ايش بسوي ما بين الهوامير اللي هنا. زهوي كويتي ايش صار؟ وين زويتي؟ علي هداك ما بسويهي هذا يوز تيار ترى شاف حبيني قال هذا عيوني. سهل يا سهل هد ها مرهون ها تعال ياك هيد ياك سلام عليك سيد. سلام والرحمة، شو عندك الله يهداك مرهون؟ سمختنا سمخة داخل. يا بلك الذبيحة اللي طلبتها يا أخوي. إيه زين ها ذبحتها؟ لا ما ذبحتها، أنت شوفها قبل. وبعدين سيد، شو قاعد ذبحها وأنت ما ذبحت جيمتها؟ إيه صدقك. ما شاء الله عليك فطين. زين أقول خلا 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 هنا وذبحها قدامي مرة حار. قول لي كم بغيت فيها؟ ما بنختلف يا سيد. لا شقال ما بنختلف، يمكن نختلف. قول لي بكم تبغيها سهل. ها انت ريال طيب وتستاهل كل خير، اللي تامر فيه تقول لا امر فيه. هي بربيه زين. انا اخوك يا سعود سهل، شو ربيه بعد؟ شقال توك تدق بصدرك وما بنختلف واللي تامر فيه. خبرني كم طالب فيها كم؟ شوف السهل ها، اذا بتعطيني اليلد والكرش اذن 10 ربيه. مرهون خل الكرش واليلد ب15 ربيه زين، ولا قلت هذا عمي وبقص عليه؟ سمعني يا مرهون العب غيرها. ترى قلنا لك ما بنختلف. فريد يا سهل درب. هلا بزوينه هلا. دشي داخل دشي. عديجة ترتيج من الصبح وهي تنقي العيش. تو زين وخر انت مو بيتلصق فينا كذا صدق ما تستحي. ان شاء الله سهل. ها عديجة شو قاعد تنقي العيش ويا عمي؟ والله تبصدق هي تقول، بس ما ادري ما تعرف صدقهم من كذبهم. اي والله صدق. زي شو الحين تبغى الذبيحه؟ هي شقا ما ابغاها. زي خليني اتخلى اذبحها. هيا سير ده. هيا هود 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 درب يلا تعال بسم الله. هود خلف ابوي ما بتبيع قلون يعني. خلاص يا جعفر ترى ما تهون علينا وزعلقاني. آه جزاك الله ألف خير، صدقني والله ريحتني. صار لي يومين عيوني ما بروق النوم. أبشرك بعد هذا اللي يبلي الغليون، قلت أبوي إذا عندك غليون هات لجعفر خلي الريال يستفيد، قال ما عنده مانع وبيجيب لك بعد. هذا الحج الطيب، هذا الرفيق ولا بلاها. السلام عليكم. عليكم السلام الحج. ربطة غليون من عيون الفنتين. الريال مستانس اليوم فرحان. ما شاء الله عليه. تفضل ابوي تفضل. وهذه ربطه وبلاش بعد. جزاك الله الف خير، بارك الله فيك. يلا يا ابو جعفر اسمح لي وشوفك على خير ان شاء الله. يلا في امان الله. رحم الله والديك رحم الله والديك يا امان الله. وبعدين وياكم بعدين ما يجوز هالشيء يا جماعه.
خماس انت ما تعرف شو السالفه. اليوم انا ما بقيت اشي حق الفروخ، هذا ممع الفروخ عن بسطته ويالس يبيع. قطع حالي يا اخي، الله يقطع حالي ان شاء الله. سمعت اخوي خماس يقول الله يقطع حالي، زين من هذا الكلام هذا؟ لا. هو ما مخليني انا ابيع واشتري، لا مخلي حد لا صغير ولا كبير. تعرف شو سوى؟ انا تراني ابيع زرابيل. شو؟ درابيل. إيه. زين ولد عزوز مشتري عندي، كان يقول وين مشترنا؟ قال مشترنا عند نصيب. كان يصير حق ولد عزوز ويحط ايديه في حج ولد عزوز ويطلع الدرابيل من حلجه. نشع درابيل؟ نشحن. لا يا ابوي ما يجوز منك هكذا، الله يهديك يا سعيد. يا اخوي خلي الريال في حاله. معلومه تدافع عني لانك شريكه. اي نعم شريكه. نعم شريكه. شو فيها يعني؟ سمعوني انتوا الاثنين، المره هذه انا بطوفها، لكن صدقوني المره الثانيه لا احرق هالبسطه هذه حراق، لا صب عليها اربع قلنات غاز. ابوي انا مسلف البيزات عند مفتاح، بقول انت سبب خسارتي، بتشوف عند مفتاح شو بسيبك عقب. انا ما اخاف الا من الله. يوم انت ما تخاف الا من الله، عين شلك في الريال الفقير المسكين؟ اتركه في حاله، الهي والقدره يقولون ما لا يفعلون. بانت سعاد اليوم وقلبي مبلول. يا ربي ما تبولوا كله غلط فيها، هاي مبلول وما تبولوا. يلا من اول سواف زين التشاتة. بانت قلبي يا ربي، بانت سعاد وقلبي اليوم مطبول في إثرى، لم يفد مبلول في قلبي سعاد وقلبي مقبول. نواف هامي شعلوم ابوك. يا ربي ايش عرفني بابوي الحين يا امي. زين يا ولدي ايش حق مسيرة تعاونه؟ طحش تقول امي انا وراي حفظ، وراي حفظ. استاذ سمير قال قل لي بانت سعاد وقلبي اليوم مطبول، ولا ترى والله اذا ما حفظ بمتشع شعر امك. وحيدي زين وانا شو خصني؟ شو بها شي خصك امي؟ تراك انت قال اذا ما حفظت يا سواف والله حبهدل امك. شي قال لي روحه هو قال تي ببهدل امك. روحه قال قوم قوم ودني له اسود الوي هذا يزانه حتى ان استضفناه. يا حبك المشاكل، يا حبك المشاكل امي. روحه قال لي احفظ احفظ يا سواف. بانت سعاد اليوم وقلبي مطبول صح في اثرها لم يقد مبلول. يا ربي يا هالمبلول ومتبول. الحين انا اللي ادور مشاكل يا ابو حميد؟ اي نعم الدنيا واسعه والخير بيد الله سبحانه. ايش عن نشاط عمرك؟ افا يا حميد انا قلت انت اللي بتوقف وياي. شي يوقف وياك؟ تبغي يوقف وياك بالباطل؟ بس 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 يا جماعه الخير، بس حصل خير حصل خير. انتوا اخوان اخوان؟ لو اخوان عشان ما ضريتوني. لكن شو اقول بوي، كل واحد يدور مصلحته. نعم كل واحد يدور مصلحته في هالزمن حتى لو داس على اخوه. اذكروا والله يا جماعه اذكروا والله. لا اله الا الله محمد رسول الله. حش يا ابوك مسيب باروت. بس عاد يا نصيب بس عاد خلاص فكونا من السالفه هذه. تعالوا يا جماعه الخير انتوا نسيتوا عزومه سعيد. هذا سعيد يا ابوك نسينا نحن. قم محميد قم بيسي قم سير. لا ابوي سامحوني انا انس يمي متكسر وما في يظهر من البيت. اقول نصيب انت البضاعة مخلينا بروحها هناك؟ لا اخوي غطيتها وخليت فريخات يحرسونها. اخاف من السرق يا ريال. افا عليك محفوظة باذن الله. باذن الله. عدل؟ عدل. حميد اسمح لي طال عمرك انا بترخص. اوه اقول كنا ريال حط في خاطره. شوي اظني يا اخي خبركم قب خلنا نلحق على العزيمة احسن. قب قب يلا. أقول سهيل يبه قول يبه أنت عمي ما تشوف ها؟ وزوجتك هم بعد عمي ما تشوف، شلون تتفاهمون شلون تدبرون أموركم ها؟ الله يهداك يا ناصر المرادة من الصلاة ما تفوته. إيه صدق. أقول يا ود عمي يا ود عمي يا ناصر. نعم يبه. يا أبوي اسمعني طال عمرك حرمته عمي عمي ما تشوف. هي يا ود عمي وزين انها بعد ما تشوف لو شافت وجهه إيه؟ كان طاحت عقت عمرها البحر. يلا ايش دعوه عادي. عبيد عبيد جايبنك من عور مستوى اللي فرعون. اسمعني عادي وجهه وجهه واللي من زين وجهك الحين ها. انا احمد ربي واشكرني عمي. وعليكم السلام. الهي والقدره الهي والقدره طاح الغدا مره ما تريتونا. يا جماعه
وين من اسمه؟ سمير؟ ايه يبا سمير الريال تعبان، حطوا له على كتر. شو؟ يطلع على تتر، لا تتر ولا كتر بوي، هذا كل الموجود، إذا تم شيء بنحط لي إياه عليه. ما تمشي السيل، أنا أعرف كل الأكل. لا. وين الراس؟ وين الراس؟ سوونه تو عيش بس أبيض ويا قطعة الحيمة بس. الراس وين؟ الراس وين؟ راس منو؟ مال الذبيحة. ما يبغى الراس. بسم الله. تو ما قلتي لي ها سهيل طلع السنع ولا؟ سهيل طلع ريال طيب وزين. بس يا زوينة فيه عيب، انه كل يبا ياكل كل يبا يشرب، ما يخلي حاثرة ولا باثرة. تو انتي خلي عن شرمسة هاي، باغية منك تروحي معي عمان. عمان؟ هي عمان. شو اسوي في عمان؟ يقول لش في وحدة هناك تعالج الكسور وتجبر العظام، وباغية منك تروحي تتعلمي عندها. تعلم عندها؟ وسهل؟ قالت لي سهيل يا أهل حيضيع. لا يا زوينة، سهيل معرس جديد ويبقى حرمة تقسله وتيبله وتعطيه أكله، لأن هذا معرس وما عنده حد وما صدق يحصل حرمة. تو انتي خلي عن شرمسة هاي، عقب يومين احنا ظاهرين، وانتي ذهبي عمرش خلينا نروح. سمير باشا، ايش في هذا كل ما ادخل عليه نايم؟ سمير يبا مين؟ سين جيم حا خا دال زر. شنو سين جيم يبا؟ حتى الحروف حلمان فيها. قوم يبا جايب لك غداك انا. خلصت العزومه؟ اي خلصت، جايب لك غداك. قوم اكل. قوم ايه ده؟ شنو ايه ده؟ غداك هذا وماله ملخبط كده زي اكل القطط. ها شنو قطط ما قطط الثاني؟ يبا تعيب على النعمة انت. شنو؟ مش بعايب، خلاص. الله الغني. انت شفيك؟ خبل؟ تدعي علينا انت بالفقر ولا شنو؟ قرأ يا ناصر، انا بقول رأيي، مش عايز تغدى، خلاص. يبا كيفك؟ الطقاق اللي طقك؟ هذا يزاتي يا بالغدا؟ تبن وايد عليك تاكل انت. والله، اسمعني عاد، انا رايح انام قيلولتي. ايه عن الازعاج، وراي طريج انا. نام احسن لك، نام. بالله كل يقول لي قطط، شنو هذا؟ ايه ده، كل ما اكلمه يقول لي ها ها. بانت سعاد وقلبي اليوم مبلول. يا رب يا رشكه، غلط في حالتي من هذه. ما تبولوا يا سواف، وين انا ما بغلط الحين؟ اذا هني فوق حرف التين نقطتين، وتحت حرف البيم نقطتين. هذا استاذ سمير بدل لانه غش، بقول له انا باكر. وحرف الثين فوق ثلاث نقاط في إثرها هي والله ثلاث. خلنا أقول من أول. بانت سعاد أنا ما بقول سعاد، بقول حصة. بانت حصة وقلبي اليوم مطبول، في إثرها لم يقد مقبول. سواف أذيتني أتراك. مطبول بالت عليك الشياطين، ارقد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وينك أبويا نصيب؟ نحن ما اتفقنا تمر علي عقب صلاة العصر. أنا الله سلمك صرت أودع ناصر. سار يا حليلة؟ سار وحليلة طلبوا أنه أخذها، حركوا وساروا. سلم عليك صدق. إيه الله يسلمه من كل شر. ها نصيب، بشر، شو الهبات؟ قول لي شو لنا، شو علينا، شو سوينا، شو بعنا، قول. أنا الله سلمكم خلي ولدي سيف يبيع هناك، وهذه طال عمرك 28 ربية، نصيب يومين. ما شاء الله يا نصيب. ها 28 ربية في يومين؟ يا أبوك هذا خير عن دلالة. شو تحسب عين أنت؟ صبر شوي، هاي 10 ربيات لك. إلهي والقدرة، شو 10 ربيات؟ نصيب بوي نص 28 14. أدري بس يا أخوي، أنا اللي الربع
أنا أتعب وزاعق وناهق بحسب هذا بلاش. استوت المقصة هذه اللي المقصة هذه بعينها شو تزعل شتي تزاعد وتناهق وتبيع. نحن متفقين النص بالنص. أخوي خماس بالعقل الحين أنا مسوي البسطة أبيع وأشتري. أنا أحرس البسطة ولدي يحرس البسطة وأنت يا أخي محط ريل على ريل ما يجوز يا أخوي. زين وأنا بعد أنا مخزن باقي البضاعة عندي تي هذا كله بلاش. يا أخوي أنت خماس كل شيء تبغي عليه كل واحد يا أخوي ياخذ نصيبه. نصيبه أخاف تنصب علي يا نصيب. ما عليه ما عليه يا خماس أنت بس فكر فيها بشوف نفسك ظال مني. المهم أنا جايينك في شيء ثاني. شو بعد عندك شيء ثاني؟ نجلب دكانك هذا فوق تحت ونبيع فيه شاكليت وحلاوة. قم سر 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 أبوي يلس على بسطتك هناك وبيع اللي تبغي تبيع. قم قم. هي والله أنا خماس الدلال آخر عمري أبيع شاكليت ونخي. يا خماس يا أخوة أنت الدلال إذا على المرقة هذه اكتبها دكان سعيد اكتبها دكان جعفر. ما تبغي الدكان هذا الدكان بارك الله فيك خالي شو تبغي بايعني يا. قلت لك لا تجيب طاري الدكان هذا الدكان أبوي ما أبغي أبيعه. إن شاء الله يتم كذا إن شاء الله يتم مقفول. ما أبغي طلابه يطلبه كل واحد يبغي يشتري. ما أبغي أبيعه. على الهواك أنت الخسران. عشر عشر يا نصيب. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. يا سمير سمير وينك يا اخي؟ تعال يا تعال يا ابوي تعال يا ابوي شو تعال يا البيت شو مو بدك تم بروحك لي بنسين عند البيت لين يوقف المطر. طف 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 يا ابوك السوق غرق البلاد غرقت شوف البلاد يا رجال الدكان غرق والقطاع راحت الترابين الترابين استوى على صيد المرميات كلنا الحسد الحسد يا رصيد الحسد يا حق ابوي يا حق كلنا الحسد.